بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو نداء المسؤولية الشامل لكل إنسان منا، أن يتحرك في كل حياته من أجل أن يخلص نفسه من النار وأن يخلص أهله من النار. فالإنسان مسؤول عن نفسه أن يجعلها تتحرك في إيمان بالله وعبادته وفي العمل الصالح، فإن ذلك هو الذي يجعلها تتحرك في خط الفلاح ويجعلها تبتعد عن النار وتدخل الجنة، كما أن عليه بحسب جهده أن يمنع أهله من السير في الطريق الذي يؤدي إلى النار. وأهله هم أبواه، وأهله زوجته، وأهله أولاده، ومن يتعلق به. فليس له أن يقف موقف لا مبالاة أمام انحراف أهله، بحيث يفكر أنني غير مسؤول عن أبي وأمي، أو غير مسؤول عن زوجتي، أو الزوجة ليست مسؤولة عن زوجها، أو الأب والأم أنهم ليسوا مسؤولين عن أولادهم. بل إن مسؤولية أي واحد من هؤلاء أن يبذل جهده في سبيل هداية أي شخص من أهله بحسب طاقته وإمكاناته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث أن قوما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إليه بعد نزول هذه الآية، قالوا له: يا رسول الله، إنا كلفنا بأنفسنا وكلفنا بأهلنا. هذه صعبة، وكانوا يسألون عن النساء: كيف نقيهن؟ يعني نقيهن من الوقوع في النار. قال: تأمرونهن وتنهونهن، فإذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم. يعني معناها الإنسان لو فرضنا كان الناس من يعني كان أهله سائرين على معصية الله، مثلا لو فرضنا واحد لو أن أباه لا يصلي، أو أن أمه لا تصلي، أو أن أباه يشرب الخمر أو يلعب القمار أو ما إلى ذلك، فإن عليه أن يعظ أباه وأمه بالوسائل التي يملكها. وقد لاحظنا أن الله حدثنا عن إبراهيم عليه السلام كيف تحدث مع أبيه،
يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر ما هناك. عمل واجباته. أفرض لم يستجب أبوه، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لأن لم تنتهي لأرجمنك بالحجارة بالكذا واهجرني مليا. هو عمل واجباته. كذلك الإنسان عندما يبتلى بأب عاص لله متمرد عليه أو بأم كذلك، فإن عليه أن يفكر في أفضل الوسائل لوعظ هذا أو وعظ تلك في هذا المقام. كذلك بالنسبة إلى الزوج، بالنسبة إلى زوجته، الزوجة بالنسبة إلى زوجها، إذا ابتليت بزوج يعصي الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا لا بد من أن يعظ الزوج زوجته إذا سارت في خط المعصية لله، وأن تعظ الزوجة زوجها. طبعا كل بحسب الوسائل والإمكانات في هذا الموضوع. وهكذا بالنسبة إلى الأولاد أيضا والبنات، مثلا الآن لو فرضنا أن البنت كانت لا تريد أن تتحجب، أو الزوجة كانت لا تريد أن تتحجب، أو الأم كانت لا تريد أن تتحجب، فعليه أن يعمل جهده في هذا السبيل. والله أراد أن يثير العاطفة، يعني هل منا من يقبل أن يقع أبوه في نار أمامه، أو أمه، أو أنه زوجه أو زوجته أو زوجته مثلا، أو بالنسبة إلى الأولاد مين اللي بيه هيك؟ الله ركز المسألة، لاحظوا، ركزها أثار جو العاطفي الذي لا يتحمله الإنسان. الإنسان لا يتحمل أن يقع أهله في نار الدنيا، لو فرضنا في نار، في كهرباء، في أي شيء مثلا، يلا ما بنحاول أولادنا نجنبهم عن البوتاغاز مثلا، أو نجنبهم عن المدفئة في الشتاء، أو عن أي شيء، ليش؟ خاف يحترق، خاف كذا، نار جهنم أكثر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هون يمكن واحد إذا احترقت إيد ابنك أو أخت أو خيك أو زوجتك أو مثلا أبوك، أو أحسن تروح المستشفى أيضا بدول هي كذا، بس أي مستشفى راح، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا يعني شيء هم دائم في هالمقام يا أيها. ولذلك إحنا هالمسألة الله يريد يبين لنا بأنها هذه المسألة من المسائل الأساسية، أن تقي نفسك نار جهنم وأن تقي أهلك نار جهنم، وذلك بأن يبذل الإنسان جهده مع نفسه حتى يروض نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحتى يمنع نفسه من معصية الله، وأن يبذل جهده في سبيل توجيه أهله في الاتجاه الصحيح الذي يجعلهم في مأمن من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، والحطبها هذا يعني كيف كل نار لها حطب، حطب نار جهنم الناس والحجارة، بحيث الحجارة تلتهب كما يلتهم الفحم مثلا، والناس أيضا تلتهب مثل ما كيف تشتعل هكذا. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، ما في مأدم الكلام معهم، غلاظ، لأنه دورهم هالدور، لأن الملائكة موكلون بالعذاب، شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ما ممكن يسمعوا منك كلمة. ولذا قالوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، مش بإيدي أنا، يعني هالمسألة مش راجعة إلي، الله قضى عليكم بالبقاء في نار جهنم وأنتوا لازم تبقوا على هذا، أنا ما في حل لهذا الموضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ينفذون أوامر، ما عندهم أي خيار في هالمجال هذا. هذا بالنسبة إلى نداء للمؤمنين. في نداء للكافرين الذين
بحيث يأتون يوم القيامة، هذا بيعتذر، هذا يقول فلان دهاني، هذا يقول الشيطان دهاني، هذا يقول ما بعرف كو. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تقدموا عذاركم، لا تشعروا بأنه أنتم مظلومين، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني في يوم القيامة يجزى الصالحون بعملهم ويجزى الطالحون بعملهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مصيرك عملك، الذي يحدد مصيرك في يوم القيامة هو عملك، أن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، الله ما بيضيع أي إنسان حتى لو كان الأعمال الصغيرة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يحدثنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ثم الله سبحانه وتعالى يتوجه ذاك يكلف المؤمنين كيف يفعلون، الكافرين لا تعتذروا. بعدين أيها المؤمنون إذا فرضنا كنتم قد أخطأتم في بعض ما عملتموه من السيئات وما قمتم به من المعاصي، في لكم فرصة، لا تقولوا على أنه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتوب علينا، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعفو عنا. لا، الله فتح للمؤمنين باب التوبة بأوسع مما بين السماء والأرض، بس توبة تكون مرتبة، توبة حقيقية، توبة تنطلق من القلب قبل أن تنطلق من اللسان، توبة تتغير فيها خط سيرك، يعني أنت تكون في الطريق المنحرف ترجع إلى الطريق المستقيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني توبة خالصة، مش أنك تتوب بلسانك وأنت عم تفكر كيف ترجع إلى معصيتك وإلى سيئاتك، لا، بحيث يعرف الله منك صدق النية أنك نادم على ما سلف منك وأنك مستعد لأن تغير خط سيرك عما كان عليه. إذا أحرز الله ذلك منك وهو المطلع على كل خفاياك، إذا أحرز الله ذلك منك فعند ذلك يتقبل الله توبتك وتكون كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن المسألة كما قلنا أن يخلص الإنسان التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني يمكن إذا الله رأى منكم هذه التوبة وصدق النية يمكن أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، في يوم القيامة الذي ينظر الله فيه بنظر الرحمة إلى النبي وإلى الذين آمنوا معه باعتبار أنهم آمنوا به وأنهم عملوا الصالحات وهم يتحركون، نورهم يسعى بين أيديهم. هذا النور الداخلي في عقلك وفي قلبك، نور الحق، نور الإيمان، نور الإخلاص، نور المحبة لله ولأوليائه، هذا النور الداخلي الذي ينطلق من عمق إيمانك هذا هو يتحول إلى نور حقيقي يسعى بين يديك وينطلق بيمينك، لأن اليمين هي الأداة التي يقوم فيها الإنسان بالعمل الصالح. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني كما أنك النور أمامك يتفايض من عقلك ومن قلبك ومن روحك ويضيء لك الطريق وأنت سائر إلى الجنة، كذلك يمينك هذه التي أعطيت بها
ما أعطيت من الصدقات، والتي عاونت بها من يحتاج إلى معاونة، والتي جاهدت بها الكافرين وما إلى ذلك، هذه يدك أيضا يتفايض منها النور. وإذا فرضنا فيه شوية بعض السيئات، بعض الذنوب اللي تنقص النور، فإنهم يطلبون من الله أن يتم لهم نورهم حتى يتحركوا في الآخرة بنور يحيط بهم من جميع الجهات، ما يكون نور ناقص. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، لأن السيئات فيها شيء من الظلمة، فإذا غفر الله لك هذه السيئات فإن الظلمة ترتفع عند ذلك وتتحول إلى نور من خلال روحك التي تتطلب الغفران والتي تتحرك في خط التوبة. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يعني ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير، لأن الأمر بيدك في كل موقع من مواقعه. على هذا الأساس أيها الأحبة، الله لما فتح أمامنا باب التوبة، فعلى كل واحد منا أن يرجع إلى تأريخه ليرى ماذا قدم من ذنوب، ليرى ماذا أسلف من سيئات، ليرى ماذا انحرف به من انحرافات. يجلس الإنسان ويحاسب نفسه جيدا، ويجاهد نفسه جيدا، ويحاكم نفسه جيدا، حتى يستطيع أن يخلص نفسه من كل الأشياء السيئة التي تثقل روحه والتي تثقل عقله في هذا المجال. لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه النداء من الله سبحانه وتعالى ليستجيب لذلك. في بعض أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، يعني اجعل آخر أعمالنا توبة مقبولة. وهذا كيف نقدر نحرزه؟ إذا الإنسان تاب إلى الله في كل وقت، بحيث نستحضر التوبة في الصباح مما عملناه في المساء، ونستحضر التوبة في المساء مما عملناه بالنهار، حتى الإنسان قبل ما بيخلي راسه على مخده يكون يستحضر كل ما فعله في يومه أو فيما أسلف من أيامه، يحاول يدرس هذه كلها ويستحضر كل سيئاته، ويقول: ربي اغفر لي ذنبي، ربي إني تائب فاقبل توبتي. هكذا الإنسان عندما ينطلق في هالمقام، حتى إذا جاءه الموت وهو نائم يأتيه الموت وهو تائب، ويكون آخر أعماله التوبة. واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها. يعني لما احنا يكون آخر عملنا التوبة، والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، عندما يكون، فمعنى ذلك أنه بعد الله إذا تقبل توبتنا فقد غفر لنا ذنوبنا، وإذا غفر لنا ذنوبنا فلن يوقفنا غدا يوم يقوم الناس لرب العالمين، لن يوقفنا بسبب ذنب اجترحناه ولا معصية اخترفناها. يوم تبلو أخبار عبادك، يعني يوم تظهر وتختبر أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. وهذا ما ينبغي لنا أيها الأحبة أن نعيشه في كل أمورنا وفي كل قضايانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا للتوبة دائما، وأن يتقبل توبتنا، والحمد لله رب العالمين.